دور دار اهلي هاين مروع عليهم بالله عليك. اه والله شو عاملين لك عشاء؟ والله ما بعرف والله ما بعرف. كم بتروح عليهم تقريبا كل يوم؟ دار اهلي ما صار لي اسبوع. تباتي عندهم بتضل عندهم ولا بترجع عند جوزك ولادك؟ حسب الظروف يعني تقريبا قبل اسبوعين نفس الشيء. ونمت عندهم ولا كيف؟ ونمنا عندهم. اه عاد ليش الواحد ممكن ينام عند دار اهله؟ كان رجل او فتاه يعني متجوز حب يروح يزور اهله ليش بينام عندهم يعني؟ لانه هو فيها بر والدين اول شيء صله رحم واحد والدته ووالده مثلا اخوانه هسه مروح من عندهم. الله بالصلاه. شو عشو؟ لحمه مع راس عصفور مع بطاطا ومندوره. بينام ليش غلط؟ مو غلط. دار اهلي كل يوم عندهم قاعد. ممكن مرته طردته من الدار ممكن زتته إيه. شلون قويات يعني؟ اه طبعا ولا شو حكم القضاء ضعيف يعني والله. اه مش غلط مفضل هذا الحكي. ليش؟ اشي منيح يعني زيارات عائلية بنزيد كل اشي يعني. تأخر الوقت بتنام ليش؟ لا عادي ما عنديش مشكلة يعني عادي. ما والعيال تدشرها بالدار لحالها مثلا؟ شو يعني اذا هو امها كمان بدها تروح تزور امها وابوها كل اسبوع؟ كل يوم خميس لازم ازور بيتها. تجعبك تنام عندهم مرات؟ كل اسبوع بنام عندهم. هو زيارة كم من ساعة بتروح؟ لا زيارة لازم أنام عندهم وزوجتي بتنام عند أهلها يوم بالأسبوع. طيب وغريب يعني ليش هيك مهيئ حالك إنه كل أسبوع تنام عندها؟ يا أخي أنا عشت عندهم 30 سنة قبل ما أتجوز لازم يعني يوم بالأسبوع أقل ما في أنام عندهم. الأيام هاي الواحد صار مخه مشغول وبيمشي وبيحكي مع حاله ومش شايف قدامه. وأنا أقول لك أنا أهلي يمكن شهرين ثلاثة مش شايفهم. ليش؟ لأنه مخ الواحد مشغول. والله امبارح بالعاده بتنام عند دار اهلك لما تروح تزورهم؟ والله اذا مرتي مقرفيتني بدي اروح. يا رجل انت بعد شكلك عريس جديد يعني سريع صرت مقرفيتني مش مقرفيتني. لا يعني بس يعني هذا هو الصح. يا سيدي الله يقويك. اللهم امين. انت متجوز طيب؟ لا والله على الطريق. طيب اذا صارت معك القصه شو بتسوي؟ تروح تنام عند اهلك؟ اه بنام عادي يا زلمه. اصلا اهلي بدهم يتجوزون عشان يرتاحوا مني. وانا بقول ليش ابوي جوزني.